أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لدينا دار خيرية، فهل يجوز البناء فوق سطح المسجد الذي في الدار أن نبني فيه فصولا دراسية للنساء ولا تكون عندئذ من المسجد؟ النساء يكون لهن مكان خاص في بيت أو في غرفة خاصة ولا يدرسن في المسجد، المسجد للرجال ويدخله الرجال، فالنساء يجعل لهن مكان معزول خاص مسطور